النهارده ليلة راس السنة هتبقى دي أول مرة ما نقضيهاش مع بعض. أنا كنت عارفة إن يوم زي ده هيجي عامة وإن الدنيا هتتغير حوالينا وكل واحد هيبقى ليه حياته، بس ما كنتش متخيلة إن في يوم من الأيام هنبطل نتكلم خالص. احنا اتخانقنا كتير وقطعنا ايام واسابيع، بس كنا عارفين ان ده استعباط، يعني اكيد هنرجع نتكلم تاني. بس ما كنتش متخيلة هنوصل ان احنا نبقى غرب. انا عارفة ان انت مضطر تعمل كده عشان احنا الاتنين، بس مش قادرة أصدق فكرة إننا ما نعرفش حاجة عن بعض بقالنا شهور. عامة أنا مش هبطل أغني لك الأغاني اللي بتعجبني واللي كانت ما بيننا، وهبعت لك دايما زي ما أنا متعودة. والحب عايد.